بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ حصتنا النهاردة ويا رب كده تكون الحصة بتاعت امبارح كانت كويسة بالنسبة لكم والناس فهمتها، وهنكمل عليها النهاردة. بس برضو قبل ما أكمل هعمل ريفيو سريع كده على الحتة اللي فاتت اللي أخدناها الحصة اللي فاتت، ودي الخاصة بموضوع الشادو وموضوع ال بنهول. احنا خلصنا البنهول خلاص، هنتكلم بس حتة بتاعت الشادو زي ما قلنا الحصة اللي فاتت امبارح. وزي ما قلت لكم يا جماعة التسميع والأسئلة هتكون يوم الجمعة علشان برضه ندي فرصة للناس إنها تذاكر، يبقى التسميع والأسئلة هيكون يوم الجمعة. اتفضل يا إبراهيم بسرعة. إبراهيم عايز إيه؟ يا سيدي انا بعت التسميع. طب خلاص يا جماعة، ما حدش بالله عليكم إيه يخش إيه يقول حاجات إيه تسميع بعت كذا، الحاجات دي كلها على الخاص عشان بس احنا بنعمل ريكورد الحصه، فالتسميع والحاجات دي كلها خلاص انا هطلبها منك على الخاص وخلاص. يلا نبدا الحصه بتاعتنا. احنا بنتكلم على الشادو اخر حاجه قلناها، وقلنا شادو عباره عن دارك اند اريا. الحاجات دي بقى هسمعها يوم الجمعه، هوقف كده الريكورد وهطلب من كل واحد يسمع جزء حسب اسمه. طبعا خدنا الشادو، قلنا شادو عباره عن دارك اند اريا، منطقة مظلمة، ودي ما بتتكونش إلا في حالة واحدة بس. إذا شوف هنا which is formed as a result of falling of light، سقوط الضوء on a opaque object. كلمة opaque قلنا جسم معتم، والجسم المعتم ده هو الجسم اللي ما بيعديش الضوء. يبقى it is a darkened area which is formed as a result of falling of light، سقوط الضوء على opaque object. وقلنا الحصه اللي فاتت ان في حاجه مهمه في الشادو، هي عباره عن ايه؟ الشادو ده ممكن حجمه يكبر او يصغر حسب الاوبجكت مكانه بالنسبه للسورس اوف لايت. فقلنا the size of shadow of area changed، بيتغير according to the position، حسب البوزيشن الوضع. والحته دي مهمه قوي، the nearer object، nearer object يعني الجسم القريب، the nearer object to the source of light has a bigger شادو. يبقى كل ما الجسم، وطبعا واضحه جدا عندك في الرسمه دي، فانت عندك كشافين اهوت، هتلاحظ هنا ايه الدايره ديت اللي هو الكوره ديت بعيده عن التورش، عن الفيرش لايت، ودي قريبه، القريبه الشادو بتاعها كبير، البعيده الشادو صغير، فكل ما اقرب من السورس اوف لايت ذا شادو جيتس بيجر. وبعد كده قلنا حته برضو مهمه، الليزر لايت ده نوع من انواع اللايت، مستو ان بيمشي لونج ديستانس، مسافه طويله، وزاوت فينتنج بدون ان يخفت او يضعف. ده ميزه الليزر لايت. It is a light beam that travels long distance without fainting. وبعدين اتكلمنا قلنا بيستخدم في حاجات كتير جدا، منها كوميونيكيشن، الكوميونيكيشنز اللي هو الاتصالات، وقلنا الميديسن الطب، وكمان في الكمبيوترز. وقلنا الحسن الهيثم ده هو ده يعتبر فيرست عرب ساينتست، اللي هو احد او اول عالم عربي هو اللي قال لي موضوع الفيجن. الفيجن هي الرؤيه، هو اللي قال ازاي بتتم الرؤيه، لان طبعا في الاول يا جماعه كانت الرؤيه او كان موضوع الرؤية ده كان الناس فاهمينه غلط، فاهمينه قلنا ان الاوبجكت هو اللي بيطلع لايت. طبعا الكلام ده غلط، ده لازم يكون في سورس اوف لايت يسقط على الاوبجكت ثم ريفلكت على عينيا اقدر اشوف بيه هذا الاوبجكت. والسؤال اللي احنا برضو حافظينه زي ما قلنا في النارو هولز نفس القصه، اللي هو الشادو جيف ريزون شادو از فورمد طبعا ديو تو ذا لايت ترافل ان ستريت لاين. ويبقى كده الصفحه دي خلصناها الحصه اللي فاتت وخدنا كلمتها. تعال بقى نشوف النهارده صفحه 16 بقى النهارده، اللي هي تاني بروبرتي، تاني خاصيه من خصائص اللايت، وهي ترانسميشن او انتقال، ترانسميتنج او انتقال او نفوذ، نفاذ او مرور اللايت ثرو ديفرنت ماتيريال، خلال المواد المختلفه، مرور الضوء او نفاذ الضوء خلال المواد المختلفه. تعال مع بعض كده هنشوف حته فيديو صغيره كده على الجزء ده. لحظه
ايوه هنا هيت. تعال نشوف ايه الموضوع اللي عندي. انا عندي المواد اللي عندي ثلاث انواع. عندي هنا زي مثلا بلاستيك راب اللي هو وارب اللي هو الشفاف، ورق الشفاف بتاع البلاستيك ده الشفاف خالص. عندي واكس بيبر اللي هي ورق اللي هو الكالك اللي هو بتاع الرسومات بتاعه الجغرافيا والحاجات دي، الخرايط. وبعدين عندي المنيوم فايل الورق المنيوم او اي جسم معتم. يعني ممكن اقول هنا في الشفاف بقول لوح ازاز، ازاز شفاف كلير جلاس. ممكن اقول في مكان الواكس بيبر ده اقول اي حاجه سيمي ترانسبيرنت، وقلنا الحصه اللي فاتت كلمه سيمي ترانسبيرنت يعني نص شفاف، لا هو شفاف قوي ولا هو معتم قوي. وتالت حاجه اللي هو المعتم خالص. المعتم ده اي حاجه انت شخصيا جسمك انت شخصيا يعتبر اوبيك، الحيطه، الكرسي، اي الخشب، الكرتون، كل ده اوبيك. فانا عندي ثلاث انواع من الماتيريال. تعال نشوف كده التجربه عايز تقول ايه. هتلاحظ ان اللايت دلوقتي مر في الثلاثه، ولكن في فرق بين نفاذ الضوء في الثلاث انواع. اول واحده الترانسبيرنت دي زي الكلير جلاس او الكلير بلاستيك، واضح ان الضوء عدى منها تماما. يبقى واضح لما اجي انا اعرفها. انا خلي بالك انا اخليك تحفظ التعريف من غير ما تعمل مجهود. ازاي؟ هقول لك اهو. واضح جدا الترانسبيرنت ديت، اسمع الجمله اللي هقولها: allow most of light to pass through. بتسمح allow تسمح most of light معظم الضوء pass through يعدي من خلالها. يعني هنا بتعدي تقريبا كل الضوء. وطبعا انت بقى الازاز بتاع الشباك او الازاز بتاع مثلا الدولاب بتاعك او الازاز بتاع اي حاجه، يعني مثلا المحلات. تعال بص على المحلات. المحلات كلها بتعمل ايه؟ تعمل الفاتيك بتاعتها من ازاز كلير جدا، نقي جدا. وده ليه؟ عشان سيادتك تمشي قدام الفاتيكة كده تبص على الحاجه اللي عندك تتهبل، تقول ايه؟ ايه ده؟ ده جميله قوي، انا عايز اشتريها. الراجل عامل ايه؟ عامل ترانسبيرنت جلاس ليه؟ علشان ال ال الحاجه اللي ورا الازاز بتاع الفاترينه يبان بوضوح شديد جدا، يبان بوضوح شديد جدا. الصوت بيقطع. طب هقولها كمان مره، هقول كمان مره. يبقى الماتيريالز عندي تلات انواع من الماتيريالز. نمبر 1 اللي هو ده عباره عن ترانسبيرنت قوي، نمبر 2 سيمي ترانسبيرنت نصف شفاف، نمبر 3 اوبيك. الترانسبيرنت عشان ما احفظهاش افهمها بيعدي معظم الضوء، معظم الضوء بيعدي منها، علشان كده الحاجات اللي وراه بتبقى فيري كلير، يعني بشوفها بالديتيلز بتاعتها، بالتفاصيل بتاعتها. تاني حاجه السيمي ترانسبيرنت اللي هو نصف شفاف، واضح ان بتبقى ما بيعديش كل الضوء، بيعدي بس جزء من الضوء، جزء من الضوء بيعدي منها بس، علشان كده بيكون الحاجات اللي وراه بتبان بس ما بتبانش بوضوح، ما بتبانش بوضوح، بيبان بتفاصيل اقل. زي بالظبط سيادتك لما تبص كده على مثلا ستاره، ويكون حد ماشي ورا الستاره، انت تشوف ان في حد ماشي، لكن يا ترى مين هو؟ ولا لابس ايه؟ ولا شكله ايه؟ ولا تفاصيله ايه؟ لا، دي بنسميها سيمي ترانسبيرنت او نصف شفاف. تالت حاجه اللي هي الاوبيك. الاوبيك دي ما بتعديش الضوء خالص، دونت الاو لايت تو بس رو، علشان كده الاوبجكت اللي وراها ما بشوفهاش، مستحيل اشوفها. يلا نشوف بقى كده الكلام ده في الكتاب ازاي. نشوف كده اول حاجه هو يبقى المواد عندي بقسمها تلات انواع من حيث ترانسميتنج اوف لايت ثرو ات، يعني نفاذ الضوء خلالها. اول حاجه اول نوع هو من مواد ترانسبيرنت ماتيريال، مواد شفافه، ودي زي الاير الهواء. انا شايفك، انت شايفني، انت شايف كل حاجه حواليك، زي الجلاسز النضاره، انت لابس نضاره بشوف كل حاجه كلير، لان ده اسمه ترانسبيرنت. تاني نوع سيمي ترانسبيرنت او بنسميه ترانسليوسنت. لما اقول سيمي ترانسبيرنت او اقول ترانسليوسنت اللي هي نصف شفاف، يعني بيعدي الضوء شويه منه.
تالت نوع اللي هو الاوبيك ماتيريال، المواد المعتمه، ودي ما بتعديش الدخان. تعالى بقى نشوف التعريفات، هتلاحظ التعريفات كلها ايه، في كلمه واحده متغيره، زي اور ذا ماتيريال ذات الاو. ايوه ده اول نوع، الترانسبيرنت، بيسمح لمين؟ لمعظم الضوء، موست اوف لايت، تو باس ثرو. طب وكده والاوبجكت اند اوبجكت، والحاجات اللي وراه، كان سين كليرلي. اتفضل يا محمد سامح. سير ممكن تعيد الصوت بيقطع؟ حاضر يا حبيبي. تاني، الترانسبيرنت ماتيريال، المواد الشفافه، دي عباره عن ايه؟ لما اجي احفظ التعريف هلاقي التعريف ده زي ده، بس الاختلاف في حاجتين، بيسمح قد ايه من الضوء يعدي منه، الترانسبيرنت الاو موست اوف لايت، والحاجه اللي وراه، الاوبجكت اللي وراه يبان ازاي؟ يبان كليرلي. يبقى الترانسبيرنت الاو موست اوف لايت تو باس رو، والاوبجكت اللي وراه كان سين كليرلي، زي الفاترينا بتاعت ايه؟ المحلات. الفاترينا بتاعت المحلات ترانسبيرنت، فالضوء معظم الضوء بيعدي منها، ادي واحد. نمبر 2، الحاجات اللي ورا الفاترينا بتبان كليرلي، وكلمه فول ديتيلز يعني كامله التفاصيل. بلاش مش مشكله قوي ديت، بس اهم حاجه اعرف انها بتبان كليرلي. لو جينا نشوف بقى التعريف بتاع السيمي ترانسبيرنت، الحاجات النصف شفافه اللي هي تعتبر نصف منفذه، نفس الديفينيشن، بس الفرق بين كلمه موست هنا سم. شوف زي اور ذا ماتيريال ذات الاو سم لايت تو باس ثرو. طب والحاجات اللي وراها بتبان واضحة ولا مش واضحة قوي؟ مش واضحة قوي. بص and object can seem less clearly، يعني ايه؟ اقل وضوح. تاني يا جماعة، انا يا جماعة موضوع الصوت بيقطع ده يعني انا خارج عن ارادتي، انا هعيدها تاني الحتة دي تاني هون ونشوف الدنيا ايه. انا الموضوع ده خارج عن ارادتي ولكن هقولها تاني. اهو التاني، يبقى الفرق بين الترانسبيرنت والترانسلوسنت هي كلمتين، allow some of light، هنا في الترانسبيرنت allow most of light. الاوبجكت اللي في الترانسبيرنت بتبان كليرلي، واضحه قوي، في السيمي ترانسبيرنت بتبان less clearly، اقل وضوح. بس يبقى الموضوع كله التعريف واحد. شوف اقول ايه، زي اور ذا ماتيريال ويتش الاو، واستنى بقى، لو كانت ترانسبيرنت موست اوف لايت، لو كانت ترانسلوسنت سم اوف لايت، اند اوبجكت كان بي سين، لو كان ترانسبيرنت كليرلي، لو كان سيمي ترانسبيرنت ليس كليرلي. سيب الاكزامبل، هشوف الاكزامبل لسه شويه. خش على الاوبيك، الاوبيك بقى اسهل منهم كلهم، ما بتعديش حاجه، ما بشوفش حاجه، فاصبح زي ار ذا ماتيريال ذات دونت الاو، لا تسمح بنفاس. اتفضل يا روى. سير طبعا كل التعريفات دي هنحفظها صح؟ طبعا طبعا، وهتلاحظي انا بحاول اديكي ابسط طريقه لحفظها. يبقى انت لو حفظت بتاعت الترانسبيرنت كانك حفظت الترانسلوسنت، بس في كلمتين هيتغيروا، allow some of light allow most of light، وكلمه الاوبجكت كان سين كليرلي كان سين ليس كليرلي، يبقى الاثنين كانهم الثلاثه كمان كانهم تعريف واحد. الاوبيك زي دونت زي ار زي ذات دونت الاو، ما بتعديش ضوء خالص، دي بقى مريحانا، لا بتعدي ضوء ولا كمان بشوف حاجه من وراها. اند اوبجكت كانت سين لا يمكن ان ترى. تعال بقى نشوف الاكزامبلز بتاع كل نوع. الترانسبيرنت اللي بيعدي كل الضوء والحاجه واضحه، زي الايه؟ زي الكلير جلاس، زي الكلير ووتر، الميه النقيه،
لما تلاقي ميه نظيفه قوي كده وتقول ياه ده فيها شوائب جوه، ده فيها حاجه جوه. اللي خلاك تشوف ان فيها شوائب جوه انها كلير، فعشان كده الاوبجكت اللي فيها بيبان كليرلي. انما لو كانت ميه متعكره ما اقدرش اشوف بيها حاجه. نمبر 3 ترانسبيرنت بلاستيك، اللي هو الكلير بلاستيك، الازاز الشفاف او البلاستيك الشفاف. اتفضلي يا نور. اول اكزامبلز علينا كيب. طبعا كيب، لازم اعرف النوع واشوف اكزامبل زي ايه. تمام، خش بقى على السيمي ترانسبيرنت. عندي منه فروستد جلاس، الزجاج المصنفر، وده يا جماعه زي الازاز بتاع اللمبه اللي عندك. اللمبه تحس انها كده ايه، مش باين فيها الحاجات اللي وراها قوي، دي اسمه فروستد جلاس او زجاج مصنفر. زي بعض كمان ايه، زجاج بتاع الحمامات، تلاقي الزجاج كده عليه رسومات كده ومخربش، فالزجاج ده ما بيبينش الديتيلز اللي ورا بالظبط، ما بتبانش واضحه، فعشان كده بسميه سيمي ترانسبيرنت. وكمان تيشو بيبر، منديل ورق، كمان لو انت جبت منديل ورق كده ما اشوفش الحاجات اللي وراها كليرلي، بتبان ليس كليرلي. الاوبيك بقى مش محتاجه حاجه، اي حاجه تيجي على دماغك قولها، وليكن الروكيتس، الالومنيوم فويل، الوود، الكرتون، البلاستيك، طبعا البلاستيك اللي هو دونت كلير، الحيطه، الوول، الحيطه، انت شخصيا تعتبر اوبيك. وزي يقول لك ايه، لما حد يكون جاي دوره هتقول تعالى يلا اقف بسرعه، اقف ورايا، اقف ورايا، مش هيشوفك. لما يقف وراك خلاص انت اوبيك بالنسبه لنا، فالضوء مش هيعدي منك ومش هقدر اشوف اي حاجه من خلالك. Do you know؟ هل تعرف ان الاوبيك ماتيريال ار يوزد تو كفر ويندوز اوف داركند فوتوغرافيك رومز؟ دي كده معلومه، هتلاقي ايه غرف التصوير اللي في الاستوديو الراجل بيكون مقفلها كويس، حتى لو في شبابيك بيحط حاجه كده اسمها بلاك اوت، ودي علشان تمنع الضوء يعدي، عشان هو بيحط ضوء معين فمحتاج الضوء بتاعه بس اللي يعدي لما يعمل فوتو سيشن للتصوير، لازم يظلم المكان خالص ويطلع اضاءات هو اللي محددها، فبيستخدم في داركن فوتوغرافيك رومز. دي بالنسبه للاوبيك ماتيريال. الكلمات فاريبل، فاريبل مختلف، تيشو بيبر، فوتوغرافيك روم، فروستد، فول ديتيلز، الاو، ترانسبيرنت، سيمي ترانسبيرنت او ترانسليوسنت. في دي يا جماعه لازم احفظ الاثنين، لان في اسئله هتجيب لك كلمه ترانسليوسنت وفي اسئله هتجيب لك سيمي ترانسبيرنت، يبقى لازم احفظ الترانسبيرنت هي السيمي ترانسليوسنت. كده خلصنا الجزء ده، اللي عنده اي سؤال يتفضل. يا اتفضل يا مؤمن. هو كيب الايه يا حبيبي، الايه تاني كده؟ الايه دو ناو. دو يو نو، دو يو نو، ما فيهاش حاجه. كيب هي ما فيهاش حاجه، انا عايزك تفهمها يا مؤمن قبل ما تحفظها. فيها يقول لك ايه، غرف التصوير بتغطى بحاجات اوبيك، يبقى اوبيك ماتيريال يوز تو كفر الويندو، اغطي بها الشبابيك. انت عندك، لو انت عندك شباك الموتال ازاز، لازم بتجيب حاجه اسمها بلاك اوت. بلاك اوت ده نوع من انواع الستاير، لما ينزل على الازاز يقفل خالص عشان ما ينورلكش. انت مثلا نايم فيه الصبح، الصبح الضوء يخش عليك يصحيك، بيجيب حاجه اسمها بلاك اوت، ده بيمنع دخول الضوء. كذلك الفوتوغرافيك روم لازم يكون عندها النوع من الاوبيك ماتيريال ده. اتفضلي يا مياده. سير، هي اول جمله في الصفحه خالص كيب، اول جمله في الصفحه خالص، اللي هي ايه، ماتيريال ذات كان كلاسيفايد ديت ولا لايت، لايت ترانسميت ثرو ديفرنت ماتيريال. لا مش مشكله قوي دي، مش مشكله، لا مش مشكله ديت، مش مشكله يا جماعه. ماشي، شكرا. العفو يا حبيبتي. اتفضلي يا لوجين.
سير، هو احنا ممكن يجيلنا جيف ريزون اسئله جيف ريزون اه على طبعا الحاجات دي؟ طبعا طبعا. احنا بس لما ناخد تارجت شويه هديكوا بقى، هنجيب كتاب لما نخلص ليسن 1 هروح على كتاب الريفيجن وهديكوا الحاجات بتاعه الجيف اللي هتيجي فيه والاسئله اللي ممكن تيجي فيها ان شاء الله. بس ستيب باي ستيب كده، مش عايزين نمشي في كل الاتجاهات كده مره واحده، عايزين ناخد حاجه الاول ماده نفهمها عشان لما نيجي نسال عليها يبقى لها قيمه نسال عليها. طيب شكرا. العفو. يلا نكمل بقى موضوعنا. خلصنا يبقى دلوقتي كده خدنا ايه؟ خدنا اتنين بروبرتي، اخدنا اول حاجه لايت ترافلز ان ستريت لاين، وتاني حاجه خدنا ترانسميتنج اوف لايت ثرو ديفرنت ماتيريال. تمام؟ يلا نكمل بعد كده. دي صفحه 16، خش على صفحه 17. صفحه 17 بقى بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على جيف ريزون اهوت اللي احنا بنقول عليه اللي كان لسه بيتسال فيه اهو. اول سؤال بيقول لك ايه؟ جيف ريزون ليه يور بادي اوبيك؟ هروح على الديفينيشن بتاع الاوبيك، ليه جسمك يعتبر اوبيك ماتيريال؟ لانه ما بيعديش الضوء خالص والحاجات اللي وراه ما بشوفهاش اهو. بيكوز زي دونت الاو لايت تو ترانسميت او باس، ممكن اقول ترانسميت او باس. because they don't ما تشتمش عليها كده، لا انا بقول لك يا قول دي يا قول دي. because they don't allow light to pass through and the object can't be seen behind them، وده التعريف بتاع الاوبيك ماتيريال. they are the material don't allow light to pass through and the object can't be seen. طيب تاني حاجه، هو الزجاجه السد ده ترانسبيرنت؟ اه. طب ليه ترانسبيرنت؟ ليه؟ برضه من ديفينيشن بتاع الترانسبيرنت، بيكوز ات الاو موست اوف لايت تو باس ثرو اند ذا اوبجكت كان بي سين كليرلي ثرو ات. يبقى واضح ان الجيف ريزون كله للديفينيشن. التالت بقى عكسهم، يجيب لك الديفينيشن وانت تقول بيكوز ات از ترانسبيرنت، يعني السؤال يقول لك جيف ريزون وي كان سي ذا اوبجكت كليرلي سرو ترانسبيرنت جلاس او سرو جلاس. اقول له ليه بتشوف الحاجات واضحه وراه؟ عشان ترانسبيرنت. زي دي، وي كانت سي سرو فويل شيت، اصل الفويل شيت ده يسير اوبيك، عشان هو اوبيك مش هقدر اشوف خلاله. طب ليه بشوف ورا الزجاج؟ اصل ترانسبيرنت، علشان كده بشوف كويس. فانا عندي الجيف ريزون هنا لها تو فورم، الشكلين، يجيب لك ليه الحاجه دي ترانسبيرنت، تقوم قايل تعريف الترانسبيرنت. يا يقول لك ليه الحاجه ديت الاو موست اوف لايت تو بس رو، هتقول له بيكوز ات از ترانسبيرنت. يبقى يا اما يجيب لك ليه ترانسبيرنت، هتقول له بيكوز ات الاو موست اوف لايت تو بس رو. طب ليه الاو موست اوف لايت تو بس رو؟ بيكوز ات از ترانسبيرنت. يبقى يجيب لك كده او كده، الاثنين واحد. واضحه يا جماعه كده؟ الكويكشن ده هنعمله هوم ورك، بس هتعمله بقى في ايه؟ في كراسه. ازاي؟ اول حاجه الديفينيشن، التعريف، هتكتب تعريف الترانسبيرنت ماتيريال وتقول التعريف بتاعها والاكزامبلز بتاعتها، وخش على الترانسليوسنت نصف شفاف هتقول الديفينيشن بتاعها والاكزامبلز بتاعتها، وتخش على الاوبيك ماتيريال التعريف بتاعها والاكزامبلز بتاعتها. يبقى ده هتعمل هوم ورك في الكراسه، وبرده اتبعت لها الخاص. تاني حاجه او نمبر 3 بقى، لايت ريفليكشن، انعكاس الضوء. تعالى قبل ما نشوف انعكاس الضوء كده نروح نشوف حاجه هنا بالنسبه للانعكاس. طبعا احنا اخذنا قبل كده موضوع المون، ليه المون ما يعتبرش سورس اوف لايت؟ علشان المون ريفليكت ذا سان لايت فول اون ات. تعال نشوف كده ايه اللي انا عايز اقوله من الرسمه اللي قدامك دي. الواد دلوقتي شاف الشجره، وده اللي قاله زي ما قلت لك. انا قلت لك ايه الحصه اللي فيها؟ قلت لك موضوع الفيجن ده بتاع الحسن والهيثم هناخده بالتفصيل اهو. زمان كانوا بيقولوا ايه؟ ان عشان اي اوبجكت سيادتك تشوفه، الاوبجكت نفسه هو اللي كان بيطلع ضوء. والكلام ده طبعا خطأ.
امال ايه الصح بقى؟ ان لازم يكون عندك سورس اوف لايت وليكن الصن، وبعد كده الصن تسقط اشعتها على اي اوبجكت اي جسم، ولما تسقط عليه يحصل له ريفلكت توصل لمين؟ لعينيك تشوف بيها. تعال نشوف الحته دي كده ازاي اهو. طبعا ده الدارك، بص الاول معايا تاني هنا اهو، الولد شايف ازاي الشجره الضوء جاي، شوف الضوء جاي من الصن خبط على الشجره انعكس على عين الولد فشاف، وده اللي قاله الحسن ابن الهيثم اللي هو قال ده الفيجن بيتم كده. طب تعالى بقى لو انا في مكان دارك دارك جدا، هل هشوف؟ لا مش هشوف. بص كده الحته الرجليه ديت، ده كله انعكس. هنا في مكان دارك الواد خايف ازاي؟ يقول مش شايف حاجه. ليه مش شايف؟ لان عشان اشوف لازم في شرطين، لازم عشان يحصل فيجن رؤيه لازم شرطين. الشرط الاول سورس اوف لايت، الشرط الاول سورس اوف لايت لازم يكون في مصدر للضوء. الشرط الثاني ريفلكتنج سيرفيس، ريفلكتنج سيرفيس يعني ايه؟ حاجه تسقط عليها وتعكسها على عينيك. لا 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 الموضوع ده كبير، انا عايز اقول حاجه خلي بالك منها معايا لو سمحت، ركز معايا لو سمحت. انا بس هجيب الصفحه ديت عشان اجيب منها صفحه جديده فاضيه نشرح عليها. بص معايا لو سمحت، بص معايا، عشان يحصل فيجن ادي عينيك اهي، عشان عينيك تشوف اي حاجه وليكن هذا الاوبجكت لازم يكون في سورس اوف لايت مصدر ضوء. الضوء ده يسقط على الاوبجكت او سقط على الاوبجكت ثم انعكس على عينيك، يبقى انت كده شفت هذا الاوبجكت. طيب تعالى انا هعمل تجربه ثانيه، الناس اللي في حد فاتح الصوت نقفل الصوت لو سمحت. هعمل تجربه ثانيه، هجيب ليزر بن، قلم ليزر اهو، وام مسلطه للسماء، وام مسلطه للسماء يعني ايه؟ ارفع القلم بتاعي للسماء فوق، يا ترى يا هل ترى هشوف الضوء؟ قال لك مش هتشوف ضوء. ليه؟ لان عشان هو طالع لفوق مفيش حاجه خبط فيها، لو حاجه خبط فيها هتنعكس على عينيك تقوم تشوفها، لكن طول ما هي ماشيه مفيش حاجه بتخبط فيها لن ارى هذا الضوء. فاصبح الفيجن له شرطين عشان يحصل، نمبر 1 سورس اوف لايت لازم يكون مصدر ضوء، نمبر 2 لازم يكون عندي ريفليكتنج سيرفيس سطح عاكس يخبط في الضوء عشان اشوف. تعالى بقى الكلام ده نشوفه مره تانية هنا في صفحه كام؟ في صفحه 17. وات از ذا لايت ريفليكشن؟ تعريف الاول لايت ريفليكشن ان الضوء بيرجع مره تانية، يغير او يمتد مره تانية لنفس المكان اللي جه منه اهو. وات از ذات ريفليكشن؟ ات از ذا بونسنج. كلمه بونسنج تساوي كلمه ريتيرن باك، ريتيرن باك يعني يرجع، يبقى الضوء جاي من السورس اوف لايت يخبط يقوم يرجع تاني. عندي مثلا ادي سطح اهو اهو، الضوء خبط فيه ما يعديش الناحيه الثانيه، لا ما يعديش يرجع تاني كده، ده بسميه ريفليكتنج انعكاس الضوء، الضوء يسقط على اي جسم يقوم راجع مره ثانيه. It is the bouncing او returning back، اقول bouncing صح اقول returning back صح. It is the bouncing or returning back of light rays ارتداء اشعه الضوء when light falls، عندما الضوء يسقط على reflecting surface، لازم يكون عندي ريفلكتنج سيرفيس عشان الضوء يصطدم بيه ويعمل بونسنج يعمل ريتيرن باك. اصل طول ما الضوء ماشي 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 مفيش حاجه خبط فيها، يعني ترانسبيرنت ماتيريال ماشي فيها هون، مش هشوف الضوء. علشان اشوف اي ضوء
لازم يخبط في حاجة، لما يخبط في الأوبيك ماتيريال ويرجع لك مرة تانية، ده اللي بسميه ريفلكتنج أو ريفلكشن لايت ريفلكشن. اللايت ريفلكشن عبارة عن إيه؟ ريتيرنينج باك أو بونسينج. اتفضلي يا لوجينا. سير فيش يعني سير لما بيبقى فيه في الشارع بالليل النور القمر بيبقى منور، بس حضرتك بتقول ان هو بيعمل reflecting the sunlight، تمام فبيجي لنا نور ازاي بالليل؟ تمام بص يا حبيبتي، هو القصه كلها هو الضوء بيمشي مسافات طويله جدا، زي ما قلنا الليزر بين. الليزر بين عباره عن ايه؟ عباره عن ان هو بيمشي مسافات طويله بدون ان هو يحصل له فينتنج. هي الشمس ازاي جايبه لنا الضوء؟ اشعه الشمس يا جماعه، الشمس ابعد بكتير جدا من القمر، بس ضوء الشمس بيوصل لنا انه ضوء قوي، فبيمشي مسافات طويله، وبعدين في فراغ في السماء في الفضاء يعني. المون نفس القصه، ضوء الشمس بيخبط في المون زي ما قلنا بالظبط كده، بيحصل ريفلنت، يخبط في المون فالمون يعكسه، يعكسه في كل حته، تيجي على الارض يبان كانه منور، يبقى هو بيعكس عامل زي المرايه، زي بالظبط سيادتك لما تمشي بالكشاف بتاعك كده بالليل وتقوم خابط في اي حاجه تشوفها. الحاجه اللي الضوء بيسقط عليها بتشوفها منوره، بس هي مش منوره، هي كل اللي عملته عكست ريفلكتنج اللايت اللي جاي عندك من الكشاف، يبقى ده اسمه ريفلكتنج اوف لايت. يبقى كمان مره، وات از ذا لايت ريفلكشن؟ ات از ذا بونسينج او ريتيرنينج باك اوف لايت ريز وين لايت فولز، يسقط على، لازم ريفلكتنج، عشان كده ريفلكتنج سيرفيس. علشان كده قال لك وات از ذا ريفلكشن اوكير، لازم يكون في ايه؟ بريزنت او بريزنس اوف. عشان يحصل ريفلكشن لازم يتواجد حاجتين، نمبر 1 سورس اوف لايت، نمبر 2 ا ريفلكتنج سيرفيس. يبقى عشان يحصل ريفلكشن، عشان يحصل انعكاس، لازم حاجتين، نمبر 1 سورس اوف لايت، نمبر 1 سورس اوف لايت، نمبر 2 ا ريفلكتنج سيرفيس، نمبر 2 ريفلكتنج. يبقى الاثنين دول يا جماعه مهمين عشان يحصل ريفلكشن او يحصل فيجن. تمام يا سيد؟ طبعا دول كيب. يبقى وات از ريفلكشن اوكي ريبريزنتس اوف ايه بقى؟ شروط، شروط الريفلكشن حاجتين، سورس اوف لايت، ريفلكتنج، وطبعا الديفينيشن كيب. وات از ذا ريفلكشن لايت ريفلكشن؟ ات از ذا بونسينج اور تيرنينج باك اوف لايت ريز وين ات فول on a reflecting surface. خش بقى على ايه؟ How can you see surround object؟ ازاي بتشوف الحاجات اللي حواليك؟ هي نفس الفكره، نفس الفكره، ضوء يسقط على الاوبجكت ينعكس على عينيك، ضوء يسقط على الاوبجكت ينعكس على عينيك، فتشوف الحاجه اهو. When light fall on object light reflection occur، بيحصل light reflection and reaches يصل our eyes، يصل الى اعيننا، causing مسببا the vision of the object، مسببا رؤيه هذه الاجسام. يبقى عشان اشوف لازم يبقى في source of light يسقط على الاوبجكت ينعكس على عينيا يحصل ان انا اشوف. تمام؟ يبقى ده برضو كيب، دي برضو كيب. خلي بالك انت الكيب ده كله هيتسمع ان شاء الله السيشن اللي جاي، لازم الكل يكون مذاكر، هديك اسبوع كامل تحفظ فيه الحاجات دي اكل. يوم الجمعة يا سيد؟ الجمعة ان شاء الله. يبقى اول كلمة عندي الفيجن، الابصار، بونسنج او ريتيرنينج باك يعني ارتداد، ثم ريفلكتنج سيرفيس يعني سطح عاكس. اتفضل يا عبد الرحمن. سير هو من صفحة، هو قصدك يعني من صفحة 16 لحد صفحة 17 دول اللي انت تسألني في الحصة الجاية ولا كل اللي احنا خدناه؟ لا اللي خدناه امبارح كمان، اللي خدناه امبارح كمان بتاع امبارح وبتاع النهاردة هنسأل فيه ان شاء الله الحصة الجاية بتاعت يوم الجمعة. كلماتك فيجن، فيجن ابصار، يعني من صفحة 13. ايوه يا حبيبي، فيجن ابصار، ريتيرنينج باك او بونسينج ارتداد، reflecting surface يعني سطح ايه؟
سطح عاكس. هنقف لحد كده، هنقف لحد كده النهارده، يعني ايه حتى ايه بلاش ناخد طب ناخد دي بالمره طيب ناخدها بالمره لانها مرتبطه بيها. طيب هقفل دلوقتي السيشن اللي معانا ده دلوقتي، وانتظر مني يلا بسرعه اللينك الثاني. انا هقفل السيشن ده عشان خلص، وانتظر مني بسرعه اللينك الثاني، محدش يمشي عشان هنكمل الحته بتاعت الريفلكتنج دي. يلا باي باي.